إلى خارج هذا المبنى تصل أصوات اللاجئين الصغار الذين يدرسون في هذه الروضة الحديثة، والتي صممت وأنشئت خصيصاً لتناسب أحلامهم وأعمارهم الصغيرة، حيث كل شيء هنا يوحي بمساحة آمنة جميلة ملونة ومليئة بالفرح المفتقد لدى الكثيرين منهم. نحن نستقبل 500 ولد مقسمين على شفتين، بيجوا قبل الظهر وبعد الظهر. أغلبية أولادنا خلقوا ربيو بالمخيمات، فبيجوا لعنا بيكون كل شيء جديد عليهم. مركزنا هو اكتشاف جديد لطفولتهم، من خلاله بيتعلموا الأحرف الأرقام، بيلعبوا بيتسلوا مع رفقاتهم. نحن منركز أكثر شيء على اللغتين، عربي وإنجليزي. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, blue, green, yellow. 1, 2, 3, 4, 5. عندي سمكة ذهبية تتمرشح بين الموجات، عيونها بتلمع مضوية. نشتغل معهم على 5 مناطق تنموية، على المهارات الذهنية، على المهارات الجسدية، وعلى المهارات النفسية أكيد. كل عملنا بيكون لأنه نطور الولد ونخليه يصير قابل يفوت ويندمج بالمجتمع وبالمدرسة. نحن البرنامج عنا والمنهج اخدينه من وزارة التربية ومنعطي هون. هالمركز صمم ليحقق أحلام الأولاد. إذا منطلع فيه من كله، من الألوان، من الألعاب، من حتى الحماية اللي نحن منقدمها إن كانت نفسية أو جسدية، ننميلهم هويتهم الشخصية. مع هيدا التنمية للهوية الشخصية بينما عندهم كتير مهارات، هالمهارات بيستعملوها بعدين بحياتهم، بيحتاجوها بعدين لحياتهم ليكملوا كأشخاص مفيدين بالحياة. عليا، شو بتحبي ترسمي؟ بيت وصوارة وعائد وأم وأب. بحب أرسم لعبة، بحب أرسم بيت وعصافير، بحب أرسم بيت، بحب أرسم زجر، بحب أرسم كل شيء. نحن هون منشجعهم لأنه يضلوا يكملوا بمسيرتهم التعليمية، لأنه العلم عم بيكون مثل سلاح لهم، عم بيخليهم يكبروا بيتخطوا الصعوبات النفسية والاجتماعية اللي عم بيمرقوا فيها، وبيبعد لهم فكرهم شوي عن الأمور اللي هن قطعوا فيها قبل، بيخليهم يفتح لهم أفاق جديدة بالحياة ويفتح لهم هيك نظرة جديدة لأنه يشوفوا الأمور طريقة إيجابية أكتر. وعسى أن تستطيع هذه الألعاب الترفيهية والجدران الملونة والأسقف المزينة أن تعيد إليهم الفرح وتلملم جروح اللاجئين الصغار وأحلامهم الطفولية التائهة. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.